يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فما أحب الله المتين ونور المبين والزكي الحكيم. آيات بينات من كتاب الله يتلو على مسامع حضرتكم مكر الإذاعة والتلفزيون العرب والمقيم ببلدة بهنباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.
الرحمن. قال أغير الله
علي. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها فتم ميقات ربي ربي
وأتممناها بعشر وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ووعدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه قال رب أرني قال لن تراني قال لن تراني Oh.
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر موسى صائقا وخر موسى صائقا قال لن تريني قال لن
فلما تجلى ربه للجبل جعله دجا قال يا موسى
برسالاتي وبكلامي فخذ ما صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما كل لقد قلت قول الحرب كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا قتل الإيمان والإسلام. استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلا على مسامع حضراتكم بكرة الإذاعة والتلفزيون العربي والبقية في بلد البعنباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن ونقلنا لحضراتكم على مكبرات صوت البعنباي لصاحب أولاد أبواج محمد فرج. أما أن تصل إنارة مخازن الفراشة الكبرى في البعنباي إدارة أحمد الجعفري وأولاده. أما الخدمة الفندقية الممتازة بإقوى إدارة محمد حسن دياب إخوة الإيمان والإسلام. شكر الله سعيكم وأحسن عزائكم وسبحان من دار الدوام.